عام 1436 موافق الثالث من ربيع الثاني في ليلة الجمعة على الساعة 2 جانا النبأ واظلم علينا المكان في شاشة التلفاز نقرأ العناوين وعيوننا غرقت بحزن المحان. مات الملك خادم وحام الحرمين أن أشهد موت أبو متعب كواني. يا وجدنا يا شعبنا يا معزين يا الله تجبرنا بكسر الزمان وترحم حبيب الشعب أبو الملايين يجعل منزاله بعال الجنان والله يصبرنا وينصر أهل الدين ويحفظ وطننا بالرخاء والأمان. سلمان يا سلمان يا قرة العين يبايعك شعبك وكل الخوان حكامنا بالعدل للشعب باقين مهما تدور أيامنا والسوان احنا نبايعكم من أول وهالحين أجدادنا والصوبها باللسان لحمة وطن ما غيرون الحسودين متكاتفين ما دخلنا الجبان لله ما أعطى وما أخذ وراضين يبقى عزانا ما على الأرض فان.